لك تكرم من بتمون شو مطلب بيهون ما بعين شي وتكون مرتاح يا طيب سنين العمر بعطيك قلب اللي عايش فيك ما بيغلى غالي عليك يا غالي يا حبايب. هالأغنية للصراحة يعني من أجمل ما عملت أغنيات بحياتي عن جد, يعني عن جد كلام عمر لوند وألحان سليم سلامة, توزيع عمر صبار, توزيع عمر صبار, تحيلة ثلاثة أكيد أكيد. هالأغنية دفشتني الدفشة الكبيرة من سوريا بلشت فيها. كان بتذكر كان في عيد السيدة مثل هالأيام, كان عملت بوادي النصارى بالمشتى, عملت بوقت الحفلة كان فيها أكثر من 2500 شخص, وتفاجأت إنه العالم جاي. كلام التكرم كان صار الشهر نازلة وأنا مش عارف وين ضارب الأغنية بسوريا, عم بشتغل علي على تارجت لبنان, وكان عندي كتير حفلة بسوريا, أنا كتير بطلع وبنزل على سوريا يعني. هلأ إذا الله راد بمفروض يعني هلأ بعد 4-5 أيام عندنا 25 شهر. محبوب أنت من الجمهور السوري مجد, متابع لأعمالك؟ الحمد لله عندي قبول كتير, أنا كتير بحب هالبلد منه, بحب شعبه صدق والله العظيم. مبسوط هلأ إذا بدك العودة السياحية, يعني عم نشوف كتير مهرجانات عم تصير بسوريا, فنانين كبار عم يرجعوا يغنوا بسوريا. حبيبي نحن ممكن هلأ في كتير عالم بدأ تخالفني شوي بهذا النقطة, الفنان اللبناني لما كان بده ينجح كان يطلع ينجح بسوريا, ينطلق من سوريا. فسوريا إلها خير وإلها شرف وإلها بقوة على نص الفنانين أو النجوم اللبنانية اللي انطلقوا قبل. فبهكذا لما سوريا صباح فخري, سوريا عم تحكي فؤاد غازي, سوريا عظيمة ميادة الحناوي طبعا طبعا, سوريا عم بحكيك بأسامي يا زلمة فن, ولك بزيادة انه في نقابة فنانين مع احترامي لنقابتنا اللي عنا هون, لما بيطلع قرار يتاخد بيتاخد فيه ممنوع ابن مرة مين ما كان, كان سوري ولا كان لبناني ولا كان بوزي غلط بقلب البلد او ما عامل الامور المضبوطة بقلب البلد بيتوقف عن الغناء. لعنا هلأ بالبلد هون, انا من اول انا من الاشخاص اللي ما معي بطاقة نقابة وعم مارس حقوقي عادية وبغني وبنزل اصدارات وباي حق,